لأن بعضنا فعلا شوه صورة الدعوة، جعل الدعوة عبارة عن تصادم مع الناس وكلام عن الناس وإساءة للناس. اليوم احنا نقول لا، الدعوة الحقيقية بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. الصغير لا يرفع صوته على الكبير حتى لو كان دعوة إلى الله، وربما نرى بعض الصغار اليوم يرفع صوته على والده. ليش؟ قال أدعوه إلى الله. لا 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 لا، ما ترفع صوته عليه، ترفع صوتك على والدك أبدا، لأن الدعوة تحتاج حكمة. ولذلك لما اتصل واحد من الشباب على أحد المشايخ وقال أنا يا شيخ من اليوم أبغى أهجر بيتنا، قال له لماذا؟ قال لأن والدي ما يصلي. قال طيب أنا أطلب منك طلب. قال تفضل. قال أبغاك شهر بس، شهر تسوي الطريق العملية ذي اللي بقول لك إياها، وبعدين أترك البيت. قال إيش هي يا شيخ؟ قال أبغاك شهر تلزم رجل والدك. قال كيف ألزم رجله؟ قال تكون ظله، إذا أتوه الضيوف أنت الذي تكرمهم، إذا أراد أن يخرج أنت الذي تهيئ ثوبه ونعله، وإذا أراد أن يدخل أنت اللي تفتح له باب البيت، تكون معه ظله. قالوا بعدين؟ قال بس نفذها شهر. قال بعد أسبوع اتصل علي الشاب، قال يا شيخ أبشرك والدي يصلي الآن في المسجد في الصف الأول. قال له كيف؟ ماذا حصل معك؟ أخبرني. قال من يوم قلت لي إلزم والدي لزمته وخدمته، وأنا في الصباح أكون بجواره وأقدم له التمر والقهوة وأعطيه نعاله وأجلس بجواره وأنفذ ما يريد مني وأقهوي. فقال لي والدي يا ولدي أنت متغير علي، مع أن هذا الأصل، لكن إحنا أحيانا نقصر مع الناس ونريد الناس يستجيبون لنا. قال أنت متغير علي اليوم، إيش فيك؟ إيش تريد مني؟ قال يا والدي بس والله أنا أحب لك الخير وإني خائف عليك، أتمنى لو أنك بس تحافظ على الصلاة تنفعك في الدنيا وفي الآخرة. قال خلاص روح يا ولدي، والله ما تشوفني إلا في الصف الأول. بسبب إيش يا أخواني؟ المعاملة، الدين المعاملة. الدين المعاملة ليست حديث ولكنها كلمة صحيحة، الدين المعاملة، الدين الأخلاق. ولهذا يا أخوان الكرام، الدعوة إلى الله عز وجل زي ما قلتهم قبل قليل، ما هو لازم نخليها اقتحام على الناس، كلام على الناس، نقد للناس، تقديم إنكار المنكر على الأمر بالمعروف. لا، الدعوة إلى الله عز وجل رحمة، الدعوة إلى الله عز وجل ابتسامة، الدعوة إلى الله معاملة، الدعوة إلى الله خدمة. لما خدم والده أحبه والده، لما أخدم جاري اللي تارك للصلاة سوف يصلي في المسجد.